حلو زين. شنو مشكلتك مع تلفزيون الكويت؟ لا يشتري مسلسلاتك ولا يعطيك منتج منفذ ولا معترف فيك شركة كويتية يعني تستحق الدعم. لا نعم أوكي، حتى كشراء مميز أنت غير مطروح عندهم، شو السبب؟ هو قلت لك السبب الأساسي. احنا انا ترى على فكرة احنا في مسلسل اسمه مصنع الرجال، هم أسسوني، أسسوا شركتي وزارة يا الإعلام. أتذكر حتى كنت جاي ناطر بندر المطيري لما كان ماسك الدراما، الله يذكره بالخير، الله يذكره بالخير، أبو متعب. اي والنعم فيه. احنا شنو تأسست الشركة الإنتاجية مركز النايف من تلفزيون الكويت، هم أسسونا. وعلى فكرة بدون مبالغة كل شركات إنتاج الكويت أسست تلفزيون الكويت، أوكي. لأنه هو الراعي هذا الموضوع، هو أساسنا، صحيح. هو تاريخنا، يعني كله تلفزيون الكويت. أنا من بعد الخطايا ثمن صرت إنسان منبوذ، وأعترف هذا الشيء، صرت إنسان منبوذ. أرد أقول وأكرر أني أنا ما عندي، أنا سويت عمل درامي وتوهكت، يعني صار صراحة عندي توهكت خلاص. خلاص ما أدري شو اللي قاعد يصير، صارت علي الضرب من كل مكان، ما أدري شو قاعد يصير. يعني خسرت أصدقائي الفنانين، خسرت يعني وزارة الإعلام، خسرت أمور كثيرة. تقوقعت يسمونها، تقوقعت. بديت أنا ألم على نفسي، أنا كنت وايد ظهور، وايد كذا، وايد اجتماعي، وايد يعني أيام أي قبل الخطايا ثمن وايد اجتماعي بكثرة، يعني لدرجة أغلب الفنانين نطلع ونروح واجتماع وروح مهرجانات وروح كل مكان. سكرت على نفسي. وزارة الإعلام يمكن ما بقوني إن يتعاملون معايا، أو في بعض الموظفين أو كذا. لقيت نفسي وخلاص ما غير موجود. تبنوني بعدين الام بي سي في اعمال شر النفوس وكذا. ما قمت خلاص، انا قمت خلاص، يعني مثلا اروح وزاره الاعلام احس انه مش مرغوب فيني، يعني حسيت هذا الاحساس مش مرغوب فيني. قلت ابتعد، ابتعدت، رحت مع قنوات خارج البلاد. اي نعم خارج البلاد. نعم نعم.